السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. انا برضه هو وزعت البط زي ما قلتولي، وحطيت الاكل اهو بوزعه في كل ناحية، بس عشان انا متأخرة عليهم فهم يا عيني انكدوا كده على الاكل. بس قبل بقى ما نتكلم كلامنا الجميل، اللي ما شاركش في قناتنا يشترك، وعايزين لايكات كتير، عندنا فيديو مهم جدا، يلا انتبهوا تابعوني. بصوا بقى حبايبي، عايزين نزود وزن الطيور بتاعتنا، عايزين نديهم حاجه مضاده للاكسده، عايزين نديهم حاجه تنقي الدم من السموم، عايزين نديهم حاجه تزود وزنهم فعلا جامد جدا وتقلل في نسبه استهلاكك للعلف. ايه هي؟ عندي وصفة بسيطة جدا وجميلة جدا والله من المطبخ بتاعي انا، ما بشتريش. هتقولي لي كل يوم بتعملي وصفة؟ او كل يوم بعمل وصفة علشان اوريكم الوصفات اللي عند اللي عايز الحاجة اللي موجودة عندك استخدمها، ما تكلفش نفسك. بس بقى اشتركوا في قناتنا وعايزين لايكات كتير، اوعوا تنسونا. يلا بقى نشوف ايه الموضوع بتاعي. بصوا الوصفه دي، ايه الوصفه السحريه دي؟ الوصفه دي حلبه. هتبصوا دي حلبه. الحلبه دي يا جماعه انا طحنتها عندي في البيت في الكبه بتاعه الخلاط. طب ليه انا طحنتها ما جبتهاش مطحونه؟ وده الافضل ليكي وارخص على فكره، لما تجيبيها انت تطحنيها دي ارخص ليكي كتير جدا، لان الحلبه ديت مفيده قوي قوي، وبعدين سهله الغش، سهل ان اي حد يخلطها باي ماده تانية، بس مش لازم نقول بقى بيخلطوها بايه. طيب هي فعلا الحلبه دي بتعمل كده؟ اه بتعمل كده. احنا لما بيكون عندنا حد كده ضعفان وسفلوطه كده يقول لك ايه، شربيه كوبايه حلبه، اديله مغات، اديله الحاجات دي. ما المغات معموله من ايه؟ ما هي برده من الحلبه. الحاجات دي بقى مفيدة جدا جدا، بتزود الوزن، بتقلل من استهلاكك، استهلاك ان انت تجيب علف او اي مادة تانية. الحلبة مش بس بتزود الوزن، لا دي كمان بتطرد الديدان، طاردة للديدان من معدة الطير. وانا قلت لكم الحاجة اللي بتخسس الطير ما بتخلوش يزيد معاك هو الديدان دي. يبقى انا دلوقتي الحلبة دي لما احطها على اي حاجة بقى، عايزة تحطيها على العلف، عايزة تحطيها على الدشيشة، تحطيها على اي حاجة بتستخدميها حطي. هنحطها بقى لطيورنا. بصي بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. عشان ايه؟ يعرفوا ياكلوا براحتهم. بصوا بقى الحلبة يا جماعة من الحاجات المهمة قوي للطيور بتاعتنا. عايزة تزودي الطيور بتاعتك تزيد وزنها في مدة قليلة فعلا بانك انت ما تتكلفيش كتير، حطي مع المادة اللي انت بتحطيها زي مثلا دشيشة، علف، حتى لو انت هتحطيها مع اكل الطيور، مع طبيخ، مع اي حاجة من الحاجات دي، حطي برضو الحلبة دي، اطحنيها وحطيها اتفرجي عليها. فحبايبي ال 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 الحلبة من الحاجات المهمة قوي اللي هي ممكن تغذي صورك بسرعة جدا. على فكرة بتنشط قوي كمان، لو انا عندي فراخ او حاجة بتبيض بتزود لك الانتاج بسرعة، دي مضادة حيوي كمان. وبعدين اهم حاجة فيها، لو انت عندك طير مجروح، مش احنا بتحصل معانا الحاجات دي كتير، الحلبة بتساعد برضو على التئام الجروح عشان نبقى عارفين يعني، وكمان بتطرد الديدان، بتزود الانتاج بتاع البط والفراخ، تلاقي البطاية او الفرخة بيزيد وزنها. دي حاجة من الحاجات المهمة قوي قوي للطيور بتاعتنا، بيستخدموها على فكرة في المزارع عشان بس نبقى متفقين. الحاجات دي بتستخدم كمان في المزارع. دي من اسرار يلا 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 يلا.
دي من الاسرار اللي بتتحط بيحطوها في المزارع برضو الحاجات دي. الحلبة ليها حاجات تانية نستخدمها بطريقة تانية غير ان احنا نحطها مع العلف. هقول لكم عليها، عندي بقى فيديوهات تانية عشان هندخل فيها الحلبة، هندخل فيها العسل الاسود، هنعمل تنويعة. الناس بتقول انت مش مزودة حاجتك. لا، انا بإذن الله بإذن الله يا جماعة، ادعوا لي بس كده ربنا يفكها على الايام الجاية ان شاء الله. هزود في الطيور بتاعتي، هنبتدي بقى مع البط وهو لسه كتكوت صغنون كده لسه طالع من البيضة. كنت انا عاملة من فترة بيض، عاملة له حضانة انا اللي عاملاها، يعني فاضل لها كام يوم كده ونفتح عليها نشوف الانتاج بتاعنا وصل ايه، يعني هتطلع لنا كتاكيت ولا مش هتطلع لنا، بس ان شاء الله ربنا هيجبر بخاطرنا. تابعوني في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، مهمه جدا، فيها حاجات هتعجبكم باذن الله رب العالمين. اعملوا الوصفه ديت، حطوا الحلبه مع العلف مع اي حاجه، بس رجاء يا ريت انت تطحنيها بنفسك. تحنك ليها ده هيخليها تحتفظ بالزيوت وبحاجتها، وتبقي ضامنه ان انت مش جايباها مخلوطه. ودي حاجه مهمه قوي، لان بعض الناس بتخلط الحلبه تحط معاها حاجات تانية. اوعوا بقى تنسونا باللايكات والاشتراكات، وتابعوا قناتي باذن الله يبقى عندي حاجات مفيده باذنك يا رب الايام الجايه. ادعوا لنا بس، وربنا يا رب يبارك في عمركم وفي صحتكم وفي اولادكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.